السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده فيه الاوتوميشن او الاتمتة، هعلمك ازاي تقدر تجيب عدد كبير او من العملاء، عدد غير محدود من العملاء حرفيا. وقيس على كل كده، ممكن تقدر مثلا عايز تسوق لشركات، عايز تسوق لفنادق، عايز تسوق لمطاعم، ممكن اجيب لك ارقام المطاعم دي كلها وكل ده في ضغطة زرار واحدة من خلال منصة N8N. تعال بقى نشوف الوضع هيبقى شكله عامل ازاي. مثلا لما اجي اعمل اكسكيوت على الورك فلو كده، هيقول لي هنا البحث على النشاط. مثلا اخلي النشاط هنا ممكن نقول فنادق، تمام. قال لك هنا الاحداثيات الاولى، بحط الاحداثيات واقول لك انت بتجيب الاحداثيات دي ازاي. هنا بتحط الاحداثيات الاولى والثانيه. مثلا انا عايز اخلي المسافه بين الاحياء ممكن نقول 16 اقصى حاجه، وعدد الشركات المطلوبه مثلا نقول 10. وخلي بالك لما اجي اعمل سبميت كده بيبدا يعمل بحث ويروح عندي على HTTP request، وبعد كده بيعمل فلتره للشركه اللي انا عايزها او الفندق اللي انا عاوزه، وعايز اشوف الفنادق دي في مثلا منطقه معينه، مثلا في القاهره على سبيل المثال. ممكن نتكلم في القاهره، انت عايز تشوف ارقام الفنادق دي بالمواقع بتاعتها، بالداتا بتاعتها، بكل حاجه علشان تسوق لهم منتج. يعني مثلا اكتر المنتجات اللي بتتسوق زي ما انت شايف كده راحت عندي على جوجل شيت. هتيجي تفتح جوجل شيت كده بتلاقي المواقع او الموقع بالارقام، بتلاقي مثلا صفحاتهم على الفيسبوك، بتلاقي العنوان بكل حاجه. سواء بقى انت كنت عايز تحجز في فندق معين، عايز تحجز مثلا في مكان معين داخل القاهره، او حتى كمان انت عاوز تسوق لهم منتج مثلا انت بتبيعه للفنادق زي بشاكير، زي فوط. في ناس كانت بتكلمني ان هي بتسوق المنتجات دي او عندهم مصانع للحاجات دي علشان عايزين يعرفهم الاماكن اللي بيتواجد فيها الفنادق. طب ده انا نعرف ازاي نقدر نعمل حاجه زي كده من خلال المنصه N8N. زي ما انت شايف كده انت هتنزل الورك فلو، هتلاقيني سايب لك الرابط مباشر، نزله كل ده بشكل مجاني. هيفتح معاك الصفحه اللي قدامك دي كده، اول حاجه انت بتضغط عليها ضغطتين، ممكن تقدر تكتب اي حاجه انت عاوزها زي ما انت شايف كده، وبعد كده بترجع عندك على HTTP request. ركز معايا بقى في النقطه دي، ودي المهمه، يعني دي اهم حاجه انت لازم تعملها. اول حاجه بقول لك عنوان اليو ار ال، انت هتخش كده على منصه اسمها ايبفاي او حاجه زي كده، مش عارف انا نطقتها صح ولا لا. هتلاقي في حاجه اسمها ايبفاي زي ما او اي بي اي فاي ستور. هتروح عندك على حاجه اسمها جوجل مابس اللي هي موجوده تحت دي، وبعد كده بتروح عندك على العلامه اللي هي دي كده، وتنزل تحت خالص بتضغط عندك ضغطه على العلامه دي، وهتختار التالتة. يعني هنا بوست باللون الاخضر 1 2، هتنزل تحت تختار التالتة، تمام، وتعمل لها هنا كوبي، وتروح انت ضايفها هنا تعمل لها بيست. حلو، تمام. فدلوقتي خلاص احنا ضفنا الرابط بتاعنا. هنا بقى بتروح عندك على حاجة اسمها جوسن. جوسن دي اللي هي الكود البرمجي اللي انت بتجيبه من هنا. اخرج خالص وتروح عندك على حاجة هنا اسمها انبوت، وتنزل تحت مثلا عايزين نستهدف الفنادق، اكتب الفنادق، المكان مثلا ممكن نقول كايرو، وبعد كده بتحدد مثلا اقولك عدد العناوين اليو ار ال، ممكن تختار 100 زي ما انت عايز. هنا بقولك اللغه، حدد اللغه، تخلي اللغه العربيه مفيش اي مشاكل. انت بس كل اللي عليك بتروح عندك بس تضغط عندك على كلمه جوسون، وبعد كده بتاخد كل الكلام ده بتقول له انا كنترول A كنترول C، او بتعمل لها كوبي وتروح عندك بالشكل ده كده، تقوم تعمل كنترول A وتقول لها هنا بيست. حلو، هيبقى بالشكل اللي قدامك ده كده. انا اخترت هنا فنادق، تمام، وبعد كده بتروح عندك تعمل باك تو كانفاس. هتسيب السبليت اوت زي ما هي. السبليت اوت دي ان هو بيقول لك مثلا المناطق المجاوره، المدينه، الويب سايت، رقم التليفون، التوتال سكور، او حتى كمان عناوين يو ار ال، كل ده بتتكتب في الجوجل شيت. هنا بقى تروح عندك على منصه جوجل شيت، وبتفتح مثلا اي منصه او اي مثلا صفحه جديده خالص زي ما انت شايف كده. اضغط بس عندك على كلمة ملف وقول له هنا انشاء نسخة، وتقول له هنا على ملفاتي، تمام، وبعد كده بتضغط عندك على حاجة هنا اسمها مثلا ملفاتي، وتعمل تحديد على اي ملف، وتضغط عندك على كلمة تحديد. طبعا انا عملت تحديد وظهر قدامي مثلا الصفحة بيضة بالشكل ده كده. فانت كل عليك بس بتروح عندك على جوجل شيت وبتحدد الكرنتل بتاعك امتى. انا بحدد الكرنتل بتاعي من خلال لوج ان ويز جوجل، اعمل تسجيل دخول واعمل متابعة علشان بيبدأ يظهر معاك بعد كده الجوجل شيت، وهوريك كمان شوية هيظهر معايا ازاي. خلاص قالك هنا ان عمل ربط، بتخرج خالص انزل تحت كده شوية، هيقولك ليست فورم، هتلاقي هنا بقى الليستات بتاعتك او الجوجل شيتس بتاعك انت. فانا اخترت هنا اللي هي النسخة من جوجل مابس، طبعا هنا مكتوب نسخة من جوجل مابس،
تمام، هيظهر معاك بالشكل ده كده. هتختار شيت اول واحد، طبعا هتلاقي كل حاجه مكتوبه، ما تلعبش في اي حاجه خالص، انت بس حدد الجوجل شيت بتاعك انت، تمام. بس اعمل باك تو كانفاس زي ما انت شايف كده، ادي الصفحه بيضة خالص. هتعمل ريكويست او اكسكيوت، هيقول لك هنا البحث عن النشاط. النشاط اللي احنا بنتكلم عليه هو ايه؟ فنادق. هتكتب فنادق، تمام. بعد كده الاحداثيات الاولى بتروح عندك على جوجل مابس او خرائط جوجل، مثلا عايز اجيب الاحداثيات في منطقه معينه، على سبيل المثال ممكن منطقه في طنطا مثلا، هختار الحته دي. فانت بتاخد الاحداثيات اللي تحت دي تعمل لها كوبي، تمام ماشي، اعمل كنترول سي على طول علشان تقريبا مفيش فيها النسخ الخارجي، تمام. اخدت الارقام، طبعا هنا بيتقسموا لاثنين 30 30، اولها كانت 30 اخرك 30. ترجع تاني على المنصه دي كده وتقول له الاحداثيات الاولى ادي 30 اولنا، تعمل كنترول اكس، ترجع تاني تقوم تضيف بالشكل ده كده، اللي هو تقسم الرقمين على الاحداثيات الاولى والثانيه. المسافه 16 احياء 10 المدينه كامله، خليها 16. عدد الشركات المطلوبة ممكن تختار، مثلا انا هختار 10، ممكن اختار 20، ما عنديش مشاكل. انت بس بتضغط عندك على كلمة سبميت، وبيبدأ بقى يبدأ يفكر مع نفسه ويجيب لك المنطقة دي ايه الفنادق اللي موجودة فيها، وازاي تقدر تجمع الداتا بتاعتها علشان تقدر تتواصل معاهم، سواء انت كنت هتبيع لهم منتج او بتحجز في فندق او اي حاجة من الحاجات دي. فبيبدأ يجمع طبعا الداتا HTTP request، وهيبدا بقى يخش على الفلتره. طبعا الموضوع ممكن ياخد معاك وقت، ولحد ما يجي يتحول على جوجل شيت زي ما انت شايف كده، اتكتب عندي في كل حاجه، ادا العنوان ودا المدينه ودا الويب سايت بتاع الفندق ودا حتى كمان رقم التليفون، وهتلاقي كمان العناوين بتاعتهم اللي موجوده. يعني مثلا لما تيجي تروح تبحث على الفندق ده كده تقول له انا بحث، هتلاقي الفندق بقى بيديلك البيانات بتاعته، يعني البيانات بتاعته بقى برقم التليفون بكل حاجه. فNHN متخصص ان هو يخش جوه الصفحات بتاعتهم علشان يجيب ارقام تليفوناتهم علشان تقدر انت تتواصل معاهم. ارقام الفنادق دي موجوده على جوجل عادي جدا، مش حاجه سريه يعني، فهتقدر تاخدها تقدر تتواصل مع الفندق عشان مثلا انت عايز تسوق منتج، عايز تسوق اي حاجه. قيس على كده باي حاجه، مطاعم، فنادق، كافيهات، قيس على كده كل حاجه انت عايزها. مثلا كافيهات ممكن تسوق لهم منتجات كتيره قوي، المطاعم برضو كذلك تسوي لهم اكياس، اي حاجه يعني، بس الحاجه دي هتفيدك. الاوتوميشن اللي احنا عملناه دلوقتي على جوجل مابس ده مشروع جامد جدا جدا جدا. كده اتكلمنا على الاتمتة الخاصه بجوجل مابس. شكرا ليكم، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش دعم اللايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في حلقه جديده ودمتم بخير، مع السلامه.